بعدنا واصلين من بيروت عند الشيف يوسف. هاي اليوم جاي خاص نص من بيروت مشان نجربها بتركيا وبالاستقلال. رح نطبخها سوا ونأرجيكم اياها. يلا مثل ما شفت حطينا اللحمة بقلب الفرن، بدأ تقريبا 10 ساعات لتستوي. شلي هتلار اون ساعت كويجاز اون ساعت سورا قلن بكم نصد شكيجاك بكم. هنقلب اللحمة. شلي هتلار تشوي الجاز. وصلنا للمرحلة الأخيرة بشوي اللحمة. يلا ايه شلي قلن هتلار شكرا بكم. هلا هنحطها بورقة الزبدة والسانيتا. هيدي القطعة اللي جبناها معنا من بيروت. مندلعها. والمرحلة الأخيرة هلا بالاستواء. يلا. أخيراً رح نشيلهم وقت يستووا ونأرجيكم إياها. يلا. أركادشتر شمزي باكيجيك سنز بي 6 ساعة 4 ساعة شيكيجيك هذي بكا. تقريباً هلا وصلنا للنتيجة النهائية، خلينا نشوفها سوا. هندوق هيدي مع بهاراتها وهيك. شو؟ أركدش لدرت شكتن مكمل لزيت شوكي من نصيب. من أطيب اللحمة اللي دقتها بتركيا صراحة.